الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم بإذن الله تعالى عن آداب قضاء الحاجة، آداب الإتيان للبول والغائط. نعم. الآن الكفار ينظروا إليكم، كيف تصنعوا عند الاغتسال، عند قضاء الحاجة؟ نعم. أنت داعي إلى الله، شئت أم أبيت، طالما أنك مسلم أنت داعي إلى الله، وقد تدعو إلى الله بالفعل أكثر من القول. الآن عندنا آداب إسلامية عند قضاء الحاجة. تسمي قبل الدخول، تقول بسم الله قبل أن تدخل. هذا إذا كانت الحمامات مبنية بناء لها باب. وإلا إذا كان في الفضاء، في الصحراء أو في الغابة أو في المزرعة، قبل أن تنزع الثياب تقول بسم الله. وتقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعندما تنتهي وترفع الثياب أو تخرج تقول غفرانك. هذا سنة، لكن يجب عليك أن تستتر عن الناس، لا يراك أحد وأنت تقضي الحاجة عند الاغتسال، عند البول، عند الغائط. فماذا تصنع؟ تدخل في هذه الحمامات، تغلق الباب، أو لا يراك الناس خلف شجرة، خلف جدار. نعم. وإذا كانت منطقة لا يوجد فيها شيء يصرف عن الناس تبتعد. لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها حال قضاء الحاجة. لا تقضي الحاجة في أماكن تؤذي بها الناس ولو كانوا كفار. يعني أماكن اجتماع الناس، تحت الأماكن التي يستظل فيها الناس. نعم. كذلك لا يمكن أن تبول في الماء الراكد الذي لا يجري. نعم. كذلك لا تأتي الحاجة في أماكن تؤذي بها الناس، أي مكان تؤذي به الناس هذا لا يمكن تأتي الحاجة. نعم. لا تدخل إلى الحمام بشيء فيه ذكر الله، القرآن، الكتب الدراسية مثلا، الحديث. تنقطع عن ذكر الله، حتى كلام الناس لا تتكلم به وأنت تقضي الحاجة إلا للضرورة. انقطع الماء مثلا تطلب منه ماء فقط. لابد أن تختار مكان لقضاء الحاجة، يعني مكان ليس صلب، لأن المكان الصلب عندما تبول عليه قد يرتد عليك الرشاش البول. تختار مكان لين. نعم. إن لم تجد إلا أماكن صلبة صخور تقترب من الأرض، تدنو من الأرض.
यस्तो चट्टान छ त्यस्तो ठाउँमा पिसाब गर्नु पऱ्यो भने तपाईँ नजिक भएर पिसाब गर्नुहुन्छ, पिसाब गर्नु होला, किनभने त्यसो गर्यो भने तपाईँको त्यो छिटाहरू तपाईँतर्फ आउने. تحذر ايضا من البول في اماكن يكون فيها بعض الحيات العقارب كذا. نعم نعم. ايضا اذا انقطع انتهى البول الغائط ماذا تصنع؟ اذا انتهى البول الغائط ماذا نصنع؟ لابد ان تنظف المكان. إما بالماء أو بالحجارة المناديل الخرق أو تجمع بينهما لا إشكال. نعم لكن يصح الاغتسال إما ماء فقط أو حجارة مناديل. نعم استعمال الماء واضح الله أعلم لا يحتاج إلى شرح. نعم استعمال المناديل الحجارة لابد أن تكون طاهرة. لا نجسة غير محترمة يعني لا يمكن أن نأتي ونمسح القبل أو الدبر بالمصاحف بالكتب الحديث ولا تكون طعام لا للإنس ولا للجن ولا لطعام الإنس ولا لطعام الجن. نعم ولابد أن نستعمل ثلاث مناديل أو ثلاث حجارة أقل شيء. لكن إن كان الحجر مثلا هذا الحجر كبير نستطيع أن نمسح مرة من هنا ومرة من هنا ومرة من هنا يصح، لكن تمسح ثلاث مرات من نفس المكان لا يصح، لأن المرة الأولى كان المسح على محل طاهر، الثاني على محل نجس. نعم. ترى دي دونغا تشيا تي كابو سانغا ترى تشونغا بايكو دونغا تولو سانغا كتي خيرا وزي تي دونغا ما يك ثوما صفا كرني فيري أربع ثوما صفا كرني فيري أربع ثوما صفا كرني यसो गर्यो भने पुरा हुन्छ. तर यदि कसैले एउटै समय ठाउँमा त्यसबाट उसले सफाई गर्छ त्यो पिसाब ती ठाउँबाट फेरि अर्कोचोटि पनि गर्यो भने त्यसले हुँदैन, किनभने त्यो ठाउँ पहिला सफा थियो तर पहिलोचोटि जब उसले त्यो पिसाब सफा गर्यो त्यो ठाउँ केही पनि नपाएको. यदि त्यही भएर ठुलो ढुङ्गामा एक ठाउँबाट गर्ने फेरि अर्को ठाउँबाट नै त्यो ठाउँबाट छोडेर अर्को ठाउँ गर्ने, यसो गर्यो भने उसले पिसाब सफा हुन्छ. इदा रजअ अल मन्दील जाफ लैस फिह अथर बौल वला गात मअना हादा अन्नु हसरत अल तहार. यदि सफाइ गरेपछि यदि कागज उसले हेऱ्यो कि त्यसमा कुनै पिसाबको अथवा दिसापिसाबको असर छैन भने त्यसको अर्थ के भने उसले सफाइ गरिसक्यो. यदि कागज प्रयोग गर्दाखेरि त्यसमा कुनै दिसापिसाबको असर छ भने देखेछ भने त्यसको अर्थ के भने उसले सफाइ गरेर हासिल गरेको छैन, बाँकी हासिल गरेको छैन. مسح هكذا حتى يرجع المنديل جاف ليس في اثر بول ولا غائط. هكذا حصل النقاء حصلت الطهارة. نعم لكن ان انقطعت النجاسة بعدد زوجي يستحب ان تزيد مسحة لتقطع العدد على عدد فردي، يعني استعمل ست مناديل يستحب له ان يزيد السابع حتى يقطع على عدد وتري. يدي مثلا كاغت من دي كاغت رومال يوزر سر ماتي هو صفاي كرتا كري اسكو صفاي خاتي يولا رومال برا بقول لك خاي يولا رومال برا بقول لك اسكو لاكي مستحب خاكي يولا تهني كروس ربيتر كروس كنا بيتر ربيتر مال بري بني ولا صفاي كروس. لا يمس ذكره بيمينه يستعمل اليد اليسرى. نعم طيب يصح أن يبول قائما بشرطين.
पिसाब गर्न अहिले उर उभेर पिसाब गर्न सकिन्छ तर त्यसको लागि दुई शर्त छ वाइल्ला कान अल बौल कायमा ला यजुज तर यो दुई शर्त पाएन भने त्यो उभेर पिसाब गर्न जरुरी के अरे अनुमति छैन الشرط الاول ولا شرط يو بين حساب كنا بلاقي ولا شرط يو ان يامن ان العوره لا تنكشف يعني لا يرى احد يعني اسكو ستر اسكو سرنگا اس ما كسر ان ديكوس الثاني ان يامن ان الرشاش لا يرتد عليه رشاش البو يعني دوسر شرط كي بني اس لا يكما نو اس لا يو بيشاس اس كي اس لا بيشاب ده بيري اسكو تشيدارو طرف فرق الاول إذا توفرت الشرطين صح أن يبول القائم وإلا يحرم على البول القائم. يدي يدو شرط بايغني أصله أقول في سبعة وسبعين. ترى يدي يدو شرط بايغني حرام أقول في سبعة وسبعين. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.